سلام من رب الرحيم، تحية طيبة مفعمة بالود والمحبة والسن والسلام. ورقة بسيطة عن الشاعرة القطرية سميرة عبيد. وأجمل ما أبدأ به الحديث وأقطع أو قصيدة من ديوانها أصاور بالبنفسج وبين قوسين، فالشاعرة سميرة عبيد تلقب كذلك بشاعرة البنفسج نسبة إلى ديوانها الأول أصاور بالبنفسج. قصيدة الصورة. أترقب طيفا هاربا من أحمر شفاه، يبتلع عزلة شمس ريق رمل، يتعرى حالما بملوحة بحر، يبتل بالنور. أنا شعرة بيضاء تدور معها زوابع الصحراء من أقصى الروح إلى أقصى الظمأ، بحثا عن خيمة لدم الواح. أخضر في قارورة النخلة اليابسة، أتزرع مجرى الماء في سراب الزمن، أغني لأوروسا إذ يمحو ندوب الزمن المتعطش لكتبان تنتظر حجرة الماء في فمي، كي تدور كريات الدم من حولي عساها تشفي عدس الشاعرة. تحية طيبة. في البداية أشكر المجلة على تواصلهم، وأعتقد أن الحديث عن تجربة الأستاذة والشاعرة والمبدعة سميرة عبيد حديث متشعب ومتنوع المداخل. أولا لأن الأستاذة سميرة عبيد متعددة الاهتمامات ومتنوعة الانشغالات الفنية والإبداعية. عرفت الشاعرة لأول مرة في ملتقى الدار البيضاء للشعر قبل سنوات، وهناك انفتحت على آفاقها الرحبة، آفاقها الشعرية والجمالية والإنسانية المتميزة. فعلى المستوى الشعري تمتاز الأستاذة سميرة عبيد ببصمة خاصة، فهي على سبيل المثال لا تشبه أي تجربة أخرى في محيطها الخليجي، وهي إضافة إلى ذلك مخلصة لمشروعها الشعري ومجتهدة دائما في شق طريقها الخاص في دروب القصيدة. كما تتميز الأستاذة سميرة أيضا بشعرنة حياتها الخاصة، فهي على سبيل المثال مولعة جدا بالبنفسج كرمز جمالي. للحديث عن تجربة الشاعرة سميرة عبيد لا يمكن أن نفصل المبدع عن إنسانه، فسميرة عبيد شاعرة وإنسانة تكتب الشعر الصادقة دون تورية ودون إقناع، تكتب الشعر الممتلئة
بالحميمية المكان ودفء الخيال. وأنت تقرأ أساور بنفسه لسمير عبيد، وأنت تستمع لسمير عبيد تقرأ، وأنا استمعت لسمير عبيد تقرأ في أكثر من مناسبة. المرأة لا تتبع مسارا ولا تتبع صوتا وأصواتا شعرية أخرى، إنما تنحت من داخلها وتنسج كتابتها. فأنت تستمع وتقرأ تقول أعوالم بنفسك وعوالم الحميمية الذاتية لا يمكن أن تكتبها إلا سمير عبيد. فالحقيقة قرأت هذا الكتاب مثلا وهو بين يدي الآن، و يعني طفت في أرجاء الكتابة الذاتية عن سمير عبيد. ربما هذا نص من السيرة، نص من الوجد، من الوطن، من الأحلام، ومن الخيبات أيضا، لأن الشعراء لا يمكن أن يكتبوا من أفراحهم. الشعراء وإن كانت حياتهم تبدو سعيدة فإنهم يكتبون دائما من زوايا معتمة في حياة الإنسان، يكتبون من حزن عميق في الإنسان. هو الشعر الصادق وهي الكتابة الأهم بالنسبة لسمير عبيد، لا يعني تكتب نصها كما يأتي سلسا صادقا، لا ألاعيب شعرية فيه ولا إسقاطات أكاديمية في دروس النقد، إنها تكتب هكذا يعني شعرا منسابا، انسياب الروح وانسياب الأرض. ربما هذا نص من السيرة، نص من الوجد، من الوطن، من الأحلام، ومن الخيبات أيضا، لأن الشعراء لا يمكن أن يكتبوا من أفراحهم. الشعراء وإن كانت حياتهم تبدو سعيدة فإنهم يكتبون دائما من زوايا معتمة في حياة الإنسان، يكتبون من حزن عميق في الإنسان. هو الشعر الصادق وهي الكتابة الأهم بالنسبة لسمير عبيد، لا يعني تكتب نصها كما يأتي سلسا صادقا، لا ألاعيب شعرية فيه ولا إسقاطات أكاديمية في دروس النقد، إنها تكتب هكذا يعني شعرا منسابا، انسياب الروح وانسياب الأنهار الصافية. الليل يخبو على شفاه السهر، يدوي يرتوي من منابع اللذة في الروح تمشي الأمان على عكاز، فلا الطريق ينتهي ولا الليل يخمد، مبعوثون من فم الجمال من تحت وسادتي تسيل حروف سكارى، يلفها حزن معتق، لا أبقى أنا ولا أنت، تبقى إلانا للأسف نموت في إيقاعات الحزن شهداء. أنا مثلا اخترت هذا النص يعني بالصدفة، وهو شهيد الحزن، وكأن هذا النص كان يتحدث عما كنت أقول منذ قليل. الكتابة كما يسميها الكاتب التونسي الكبير محمود المسعدي، الأدب مأساة أو لا يكون، ولكنه أيضا نحت وكتاب وإعادة تشكيل لهذا العالم. أنا يعني سعيد جدا بهذه الترابية، صداقتي بالشاعر سمير عبيد أختا وصديقة غالية، هي يعني تستحق كل التقدير بأنها تناضل من أجل الكلمة، والنضال من أجل الكلمة هو نبوة أخرى لا يمكن أن يعرفها غير الأنبياء الصادقون. شكراً.